مش حبيبنا. صباح الخير. صباح الخير. شكون معنا؟ معك بن عمر عبد المؤمن المسؤول على مشروع بنك الطعام الجزائري لحملة 2024. هاد المرة ماشي كيما العام اللي فات، قبل رمضان راكم تقريبا بداو المتطوعين وبدات المساعدة. هاد الحملة 2024 عملنا على قلنا نسبقوا الأحداث، موالف نخدموا في الأسبوع الأول تاع رمضان. دوك قلنا علاش ما نخدموش الأسبوع اللي من قبل باش الأمة المساعدة هذوما يلحقوا قبل، يلحقوا العائلات من قبل ويقدروا يستغلوهم ويفرحوا بهم قبل ما يبدا الشهر الكريم. دونك اول عمليه تخص الجي اللي برا. نعم، اول عمليه لهذه الحمله 2024 راهي مع شركه الجي اللي كل عام راهي تعبت تولي وتخدم معنا وتعمل على مساعده المحتاجين. شحال راح يكون تقريبا اليوم؟ راح نخدموا 120 صندوق ولا علبه اللي راح توزع على مستوى الجزائر العاصمه ولا عده ولايات اخرى بمساعده جمعيات اخرين. مش الرساله تاعكم ربما الممولين شركات اخرى باش تساعد اكثر؟ نفس الرسالة تاع العام اللي فات، قلنا بلي المساعدة قبل الكوفيد كانوا أكثر، مع الكوفيد نقصوا، دونك رانا نشجعوا الشركات على باش يعاودوا يقدروا يمولوا المشاريع كيما هذوما ويساعدوا على مساعدة المحتاجين. وبالنسبة للمتطوعين اللي باش يكونوا حاضرين معكم في مثل الحملات، شنو رسالتك ليهم؟ المتطوعين هما راس الشجرة تاع بنك الطعام الجزائري، اللي كلش لو كان ماشي هما الحاجة ما راح تمشي، ما يلحقوا المساعدات ما راح يتوجدوا، ما راح يلحقوا العائلات المحتاجة. وبلغة الأرقام العام اللي فات في رمضان شحال وصلتوا؟ بلغة الأرقام كانت بين 500 و 1000. هذه حاجة قليلة بالمقارنة تاع قبل الكوفيد اللي كانوا بالآلاف. دونك على بها الرساله نعاودوا الرساله اللي هي نشجعوا الشركات باش يعاودوا يمولوا المشاريع كما هذوما الخيريه وينشروا الخير. دونك هذا الكارتون واش راح يتضمن؟ راح يتضمن هو القيمه تاعو تتراوح بين 3000 دينار ولا حتى 4000، حيكون فيه المواد الاساسيه الزيت، الطعام، لي بوت، الفارينه، الطوماطيش، كاع الحاجات الاساسيه باش يقدروا العائلات المحتاجه تبدا رمضان تاعها بكل فرحه وسرور. شكرا لكم بالتوفيق. ان شاء الله يعطيك الصحه. صباح الخير. صباح الخير. شكون معنا؟ فراج عبد القادر، 22 سنه، متطوع في الجيريان فوتبول. كيفاش وقتاش بديت يعني مع هذا الامر؟ بديت في التطوع في الجيريا فود بانك منذ عام 2020 الى يومنا هذا. دخلت في الجيريان فود بانك عن طريق صديقي، كان 2014 هو معاهم، دخلت معاه في 2020. بعد شغل حسيت بلي هاد العفسه بزاف حاجه مليحه، باسكو انا نعاونو في الناس، نديرو الخير مع الناس. العوام اللي فاتوا كنتو نوجدو قبل رمضان باش يلحقوا امراض. شغل جد ممتاز باش يلحقوا العباد من قبل رمضان، باش شغل يجوزوا رمضان في مع البدايه، ماشي شغل في وسط رمضان ولا 10 ايام اولى تاع رمضان. وحنا رانا هنا نعاونوا الناس، وان شاء الله يلحقوهم بخير هاد لي دون اللي راح نبعثوهم لهم، وان شاء الله يستفادوا منهم. ونشكر على كل واحد عاوننا، يا لو كان بحاجه قليله، يا لو كان دعانا ولا عفسه هكذايا. شكرا لك. الله يحفظك. صحيت. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. معنا الوغ زين فرات، اتيديون طون ميديسين.
راك حاضره في فود بانك اليوم قبل رمضان وقتاش انضميتي ليهم كيفاش فيه الفكره الوغ بون سي ما بروميير اكسبيريونس مع فود بانك اللي كنت نتبعهم العام اللي فات لينيشيتيف تاعهم اي سا ما توجور دوني انفي دو بارتيسيبي مي مالوروزمون مع لي زيكزامان سو نيتي با بوسيبل بصح اليوم جيت اي جو سوي تري كونتانت دو بوفوار بارتيسيبي في هاد لينيشيتيف اي دو بوفوار ايدي ونعاون الناس المحتاجه وثاني اللي كي نكون نلقاو رحتينا هكا اونتر جون اي تو نتعرفوا ما بيناتنا نتبادلوا يعني اون فاس فير دي كونيسونس Et voilà, donc c'est ça. Donc, معك بورقعه ناديه responsable marketing digital et PR. Donc, il m'a label comme la cible principale de LG Electronics Algérie et bien sûr de répondre aux besoins de ses consommateurs algériens et sa communauté algérienne, non seulement à travers ses technologies, ses produits, ses solutions, mais aussi à travers ses actions humanitaires. Donc, حنا بمناسبة قدوم شهر رمضان اجتمعنا اليوم بشراكة مع جمعية سيدرا لتقديم 120 قفة رمضان للعائلات المحتاجة. Donc, حنا كما قلت الهدف تاعنا هو الاستجابة للعائلات المحتاجة في هذا الشهر الفضيل وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم في شاك أوكازيون كم شاك أني
ملعب رويسو الجواري تتم عملية تحميل العلبات الكرتونية من أجل توفيرها للمحتاجين خلال شهر رمضان عبر مبادرة بنك الإطعام لجمعية السدرة بالتعاون مع شركة ألجي. هنا شباب متطوع يقوم بهذه العملية لتكون جاهزة في ظروف مناسبة قبل شهر رمضان. لموقعنا الجزائر، زبير فاضل، الجزائر العاصمة. ياسمين عدي جماعتك.